براس السنة بصفتي رئيس تحرير مجلة الشبكة. شكرا شكرا. فكرت بغلاف يكون مميز، ما لقيت إلا مادونا. سؤال طرحته على نفسي، لو اجتمع أهل الفن في الشرق العربي، أهل الفن، وقرروا انتخاب ملكة جمال النجوم، مين بيختاروا؟ مادونا. استعرضت كل وجوه النجوم في الشرق العربي ودققت فيهم، وكلهم بيحترمون وبقدرون وبشبههم مثل ما قال الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب بغنية بلاش تبوسني في عينيا، بيقول كل الستات جمالات وجمالهم ساحر فتان، عايشين في الكون أزهار بيتقطف منها ألوان، واللي جمالها بابتسامة محتارة بين لولي ومرجان، ولا الشفايف الحلوة ياما روت عليل وزقط عطشان. جمعتهم كل هالجمالات من كل هالحدائق الغناء في روضة الفن، وقلت مين أجمل نجمي بيناتهم؟ والله وفي منتهى الأمانة والصدق وبكل فخر واعتزاز نقيت بنت بلدي مادونا. وأطلقنا عليها لقب ملكة جمال النجوم في لبنان والشرق العربي. والال بي سي، الال بي سي اللي هي ملكة جمال التلفزيون، بشخص مخرجها البارع الخلاق والمبدع سيمون أسمر. وبدعم مسرحي مهم للأستاذ الدكتور زياد الجاهم. الال بي سي السباقة دائما الى قنص الجمال اينما كان، لها سبب بكل سعادة وبكل فخر اكرر اني انا سعيد اني توج مادونا ملكة جمال النجوم من مؤسسة اللبنانيين للارسال. شكرا. ليدي مادونا، أول شيء الله يرحم الأستاذ جورج إبراهيم الخوري، يعني كلنا الموت حق علينا كلنا، فلما بشوف هال بس تشوف بهذا المشهد هلا شو بيعمل فيك يا مشهد؟ بالعكس بنبسط. بس رجعوا توجوكي قالوا لي ملكة جمال، رجعوا جددوا لي الولاية. جددوا لك الولاية. أستاذ مارون مراد لجنة الاتحاد الدولي في لبنان والعالم،
قالوا لك لأيمتن ولا إلى ما شاء الله؟ إلى ما شاء الله. طيب ما دونك كنت بتحكي شيء له علاقة كمان بالبدايات، أنا ما بدي ضل بمرحلة البدايات. بقول لك إنه تواجدت كملكة جمال وكنجمة استعراض بلبنان، يعني ما كان عنا نجمة استعراض بلبنان. سنة 85 كان مدرج ميروبا كتير له قيمة، يعني مش مثل اليوم مين ما كان صار عم بغني فيه لمدرج ميروبا، صار مدرج عادي يعني. بينما قبل كان كتير، يعني كانت لما غنيت فيه ماجدة الرومي بوجه لها تحية كمان، كان كتير له عز. فلما قدمنا استعراض كتير حلو مع استاذ الياس ناصر واستاذ عزار حبيب، كان إلي كتير بداية حلوة معهم. يعني وسط إني مثل هيك حضنوني وقتها. ما دون الوسط الفني ببيروت والشهرة الأساسية بلشت وين؟ فيك تقول إنه بسنة 80 لما غنيت بالنايت فيفر، لما رحت عند مريم شقير أبو جودة. ماما مريم اشتقت لي زي ما شفتك، رمضان كريم. هي اللي بنتني وقتها. أنا ما كنت غني احتراف والعالم كلها تعرفني يعني. انه في يمكن بعض المناطق بس انه مش انه لبنان والعالم العربي وكله، وما كان في فضائيات، ما كان في شيء، يعني كان مجهود شخصي يعني. صحيح. فاختارتني انه اغني وقتها بالنايت فيفر، وكان النايت فيفر من اهم النايت كلابات بلبنان، الاماكن اللي كانوا كل السياسيين والشخصيات البارزه وكل الناس السواح اللي يجوا من برا، اهم شخصيات تنزل بهيدا المكان يعني. فاخذت شهره كثير حلوه، أكيد دعمتني الصحافة بأيامها كثير، دللت أنا، كنت البنت المدللة هلا أنا. هلا رح نحكي عن الصحافة ورح نحكي عن الدلالة الكبيرة اللي أخذتي، ولكن بعد الاستراحة القصيرة، لأنه في عندي مجموعة كبيرة من المواضيع بدنا نحكيها، مش انتماء إلى الماضي، لا يعني رح نقول بعض المواقف من الماضي لنوصل للحاضر. الأشياء الكبيرة اللي عملتها مادونا بحياتها سواء على صعيد ألبومات أو على صعيد المسرح الغنائي، وعندك تجربتين كثير مهمين، ولكن السينما كمان والسينما والأغاني الفردية، ولكن بعد الاستراحة القصيرة. أعزائي المشاهدين، استراحة قصيرة وسنعود إلى الحوار مع الليدي مادونا، خليكم معنا إذا حبيتم. يوما إلك يوما علي. أحمد صوان بده يسمعنا وحدة من أشهر أغانيك. يا صعيدي يا ولا يا صعيدي، طمن قلبك ما انت حبيبي. صعيدي يا ولا يا صعيدي، طمن قلبك انت حبيبي. توعدني وتنسى مواعيدك، على كيفك معلش يا سيدي. توعدني وتنسى مواعيدك، على كيفك معلش يا سيدي. اصلي بحبك قوي يا صعيدي، طمن قلبك انت حبيبي. اصلي بحبك قوي يا صعيدي، طمن قلبك انت حبيبي. واه يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي، واه يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي. يلي غرامك كان يوم عيدي، لبس نشرة ولشتوتنا، رقصنا على نغمة عود. لبس نشرة ولشتوتنا، رقصنا على نغمة عود. طربيش الحلو تلال، مش مخبل عالي العالي، من لون اللي عفتوتنا عرفونا لبناني. هلو ليدي مادونا. هلو. ثيابك كتير حلوين. ميرسي. بلشتي هيك وبعدك هيك. كثير ساعة بدي انه لابسه انا وياك هيك على تركواز على ازرق. مخططين مش مخططين بال لا بس انه بالطبيعة. هيك سبحان الله. ما دون الحروب اللي شنت عليك، الشائعات اللي طلعت عليك، المشاكل والمعارك اللي انعملت عليك، الصحافة بجزء كبير خدمتك، الصحافة بجزء كبير هجمتك طبعا، وروجت اشياء كثير عنك. بدي اسالك سؤال تختصري فيه كل هذيك المرحلة. الفنان لما ينحط بهذا الجو ويحس انه كل هالدنيا حوله هالقد مثل اللي متواطئ عليه او عم تحاول تعمل شيء ضده، نعم، بشو بحس؟ يعني بيكتئب بييأس؟ بحس انه هو كتير مهم، بحس انه وصل للقمة، هذا المطلوب. الفنان شو شغلته؟
الفنان شغلته انه يسعد الناس، يفرح قلوب العالم، عنده رساله بده يقدمها، واللي هي انه يختار اغاني حلوه، مواضيع حلوه تكون من واقع المجتمع اللي احنا عايشينه، وتقدمه باسلوب جيد واضح حلو راقي، يوصل بصوره حلوه للناس. بتحسي هلا كثار عم يقلدوا؟ هلا لما هلا واصلين هذا الموضوع. بس هلا هذا الموضوع اللي انا بقول لك عليه، انه اكيد لما بيكون هالفنانه عندها هالمواصفات هيدي كلها عم بتقدمها برقي باحترام، صوره جيده عم توصل لهم كثير حلوه، اكيد بتكون موضوع للجدل، ان كان بين الصحافه، ان كان بين المجتمع، ان كان، فهيدا اقل شيء يعملوه انهم يحكوا عليها انها تكون موضوع بالصبحيات. اقل شيء عم تبررين انت يعني؟ اكيد. انا معهم بهذا الموضوع، انه الفنان اليوم اذا ما حكوا عليها عن مين بده يحكوا؟ عن امي وعن ستي الله يرحمها؟ عن مين بده يحكوا؟ هالفنانه اللي عم بشوفوها اللي هي عم تجدل، اللي خليتهم عملت لهم شوك، اللي خليتهم انه يصيروا يتداولوا موضوعها بال. التأثير عليك شو كان؟ هلا في بعض الاشياء كانت تضرني، كيف مثلا؟ بشيعة سيئة، بشي خبرية كذب، يعني اكيد في اشياء حتى في ايدي مقصودة يعني عم تشتغل كانت؟ طبعا طبعا. ولا انه لا بالفطره مرات واحد يخطر على باله يكتب كلمه او كذا ولا لا؟ لا لا في اشخاص، لا اكيد في ناس يعني كانت شغلتها انه تنتقد، يعني تعمل انتقاد علي وتكتب اشياء مثلا تتشهر، مشان يمكن قد ما الناس كانت كثير تحبني وصيتي حلو كثير، كانت تجرب انه تخرق هالصيت الحلو مثلا، انه تالف خبريه مثلا بشعه او شيء اشاعه مغرضه. طب اثرت عليكي هذه بمعنى انه هالشهرة وهالأضواء وهالنجومية الكبيرة وملكة جمال النجوم، هذه هالإشاعات اللي ما أثرت على صورتك أبدا عندهم؟ لا، الناس أذكياء، لما بدك تحكي مع الجمهور العالم منا هيك مجرد أن عين بس عم تطلع فيك، الناس ذكية، الجمهور ذكي، بيعرف أنه هيدا منيح وهيدا مش منيح وهيدا عم بيأدي صح وهيدا بيوصل وهيدا فاشل وهيدا ناجح، هيدا تعبت وهيدي كيف جابت مصرياتها وهيدي كيف عم تشتغل، يعني العالم ما تفكرهم، خصوصا بهالجيل هلا، هلا قبل انه شافوا شيء حلو ابهروا مش شايفينه، يعني كنت اول فنانه بتعمل مواضيع استعراضيه بتطلع بتهبل العالم بكذا فستان بالليل بكذا طلي بعد صبوحه، طبعا بس هي انا بنظري كنت حضرت لها عملت لها ريسيرش لصباح بالخمسينات، كانت لبسة انه ما كان انه كثير يبهر بافلامها السينمائيه، كانت تلبس كثير كلاسيك صبوحه اكثر ما انه تلبس اشياء هيك، بعدين لما صار المسرح صارت طلعت بعدين بالستينات او بالسبعينات هيك شوي بفتكر، يعني حسب ما انا شايفت للارشيف يعني ايه، فاكيد لو بتعمل شوك هالعالم بشيء جديد بتن يصير جديد يعني. طيب بهيديك المرحلة شو هي أبرز الأعمال اللي كنت عم تقدميها، ولما بتشوفي هذا النجاح بالتواصل مع الناس وبهالقوة وبذات الوقت عم تشوفي إنه الإشاعات مكملة، يعني أنا بشوف شغلي إنه الإشاعات ما استقرت ولا بمرحلة معك، يعني ما هديت ولا بمرحلة بعدهم لهلا، يعني في ناس يعني صاروا يتعبوا وما تعبوا من غير شر، بتكون شغلتها مثل ما حضرتك يعني عندك هالفكر الواسع وهالقلم الحلو الراقي الله يخليك الشريف، كمان في ناس شغلتها انها تكتب اشياء وتتسلى وتنتقد طب اذا ما كان في هيك كيف بدنا نعرف الحقيقه بعدين؟ اذا ما كان في من هالنوع من هالنوع مشكل، هي بقلاوه اذا ما كانت مشكله وتستحلي انت اللي بدك اياها وتلاقي هي طعمتها طيبه وهي مش طيبه. طيب من الاشياء الكبيره اللي قدمتيها بالمسرح الغنائي؟ قدمت مسرحيات كثير، قدمت افلام سينما، كان بعدها نحكي عن سفره الاحلام. سفره الاحلام يعني هيدي حلم الجماليه الحلوه اللي قدمك فيها اللي هيدا حلم، بس قبل ما تنسى اني كان لي تجربه انا مع استاذ انطوان غندور واستاذ جوزيف جبرايل وهويدا بن صباح، بوجه لها تحيه ان شاء الله تكون عم تشوفنا بامريكا، عملت مسرحيه الكومباسيتا حزب سعد الله، اول مسرحيه انعملت بطولتي انا ب 81 هي رفسة ميرنا مع الله يرحمه ماجد افيوني، عملناها وقتها مسرح بجديده، يعني كان لي تاريخ بالمسرح بس كاستعراض ولون حلو ومواضيع حلوه، وسافرنا بسفره الاحلام مع استاذ ياسر حباني
وانا بشكر كثير ست مريم شقر ابو جودي والمنتج يلي كان من اكرم المنتجين انا شفتهم بحياتي الشيخ عماد حقي. بقول له رمضان كريم، يكون كريم عليك لانك تستاهل. انه كان هالعمل ان كان بضخامته، ان كان بالحوار، ان كان بالرقص، ان كان بكل شيء، كان كامل عمل، كان اخذ يعني كثير اهميه وعز، ونجحت كثير فيه. يعني اقل شيء كان في 100,000 متفرج اجى حضر هالمسرحيه بعد منها. هيدي كانت باوج عطاءاتي يعني نجاحاتي، هي بفتخر فيها عم بحياتي. هو على كل حال الياس يعني قدر نقالك الشخصيه اللي لانه رسمت الشخصيه لالي، يعني كتب موضوع المسرحيه لشخصيه مدونة. عرفتي؟ اجت بعد منها غادة الكاميليا، وغادة الكاميليا كانت حلوه، كانت من احلى المسرحيات كمان. حصل فيها مشاكل بما لا ارجع لمشاكل، ما على طول بيصير في اشياء هيك، بده يكون في يعني على طول بالفن بدك تتوقع الناس منيحه وناس مش منيحه، الناس اللي مثلا ممكن يكونوا عم بيحضروا لك ورا الكواليس اللي بيغاروا، او الناس المغردين، او الناس اللي ما بيتمنوا لك الخير، بيجربوا يعملوا مؤامرات عليك تيأذوك بشغلك. طيب وصار في كثير يعني، مش بس هي المسرحيه انه انأذيت فيها، في اشياء كثير يعني، وما رأيت وتخطينا المراحل، وهلا نحن اصحاب نحن وتوني وجزائر على سلامتهم. انه المراحل بتصير يعني، بتصير المراحل بدك تقطعها، بس تعرف كيف تتخطاها. ممكن تقطع مرحله طول ما انت عم تقوم قوي وما نتت، معناتها انك قوي وبتكمل. طيب الحمد لله بعدنا طيبين قاعدين قبالك، والحمد لله بنكمل وبتبقي باراده البقاء. انا قلت يعني الحياه بتكون عندك تعرف فيها انتصار. ايه يعني اذا الانسان اللي بيعرفك وبيعرف الاشياء اللي مرقت فيها والمشاكل والعواصف اللي قدرتي قلبتيها ولحتى تستمري، الحقيقه بيقدر هيدي القدره والاراده اللي موجوده عندك. في كلمه كان يقولها استاذ سعيد عقل، قال لهم الكلمه الحلوه انشروها وكلمه الوعره اقبروها. يعني بتمنى حتى من الاعلاميين ومن وسائل الاعلام ومن الصحافه اللبنانيه والعربيه الشامله كلها، يعني انه بتمنى انه هالكلمه، او اذا مثلا سمعوا لهم مثل اليوم بالسياسه كلهم هيك بتشوفوا عم بخبطوا ببعضهم. فاذا مثلا مرق له شي واحد شي كلمه بشعه بروحوا تاني نهار بيعملوا منها مانشيت صفحات، او اذا فنان قال له شي كلمه كمان عفوا. فيا ريت انه هيك هالصحافه بتتجلى وتكتب الاشياء الحلوه، لانه نحن بلبنان بحاجه للكلمه الحلوه. مادونا هلا نحن رح نشوف بعد شوي مشهد من احدى الحفلات واغنيه، ولكن قبل بدي اسالك ايمتى حست مادونا انه بلش الانتاج يبعد عنها؟ يعني ايمتى شعرتي انه في مشكله بلشت تصير بحياتك بالموضوع الانتاج؟ تقريبا من حوالي 96 97 صار في مشاكل كثير بشغلي. ب 98 صار في عندي مشكله بالانتاج، انه سجلت سي دي كامل، ووقتها سجلناه بالتعاون وقتها مع استاذ جون صليبا، وسجلنا هالشريط بيتضمن 10 اغاني وعطيته لشركه الاي ام اي. لما نزل لما اجى وقت السدير ينزل بالسوق، بتطلع هيك ما بلاقيه بالسوق، متلفن جان صليبا مش موجود. بالاخر عرفنا انه انسرق السدير من قلب الشركه، جينا نطالب بحقنا. وقتها اتصلت وقتها بدولة الرئيس ميشيل المر مكتبهم، وقلت لهم اني انا بدي عندي قضيه لازم انه حدا يهتم لي فيها. فلما سالوا عنه قالوا لنا انه مقفلس، لشو تعذبي تقعدي ترفعي دعوه عليه وعطله ضرر لانه بتكلفهم كثير يعني. فصل يعني صليت بقلبي وقلت يا رب بدي انسى هالشريط، وبكره بعمل شريط ثاني. وانسرق السدي وصرت غنيهم الاغاني لايف، يعني غني الاغاني على طول على المسرح بدون ما يكون عندي شريط بالسوق. هذا كانت اول هيدي بال 98. اجى وراها وقت اللي طلبت من الروتانا، وجه تحيه لسمو الامير الوليد بن طلال
وبقول له رمضان كريم عليك وعلى كل عائلتك وكل الأم العربية وكل اللي بحبوك وكلنا منحبك. ست ليلى الصلح بوجه لها تحية كمان. ولما جيت أنا دخلت طلبت منه على التليفون، قلت له بدي أدخل بالروتانا. دغري رحب بالفكرة بسنة 98. يعني ببداية روتانا، ببداية كان بعدها مبلشي، بعدها شيء إنه عم نسمع بشيء اسمه روتانا، ما كانت بعدها شركة مثل اليوم عظيمة. فبيبعت لي وقتها قال لي بكرة نازل على بيروت محمد نيكرو، أستاذ محمد نيكرو، تنزلي بتقابليه بالمكتب عنا. كان وقتها ملتقيين كلهم بلاهويا، هذا كمان بناء جديد كان معمر. فنزلنا التقينا وقتها، عملنا اجتماع، بيقدموا لي يا ريت جبت معي الكونترا. وقت اللي قدموا لي اياه بيطلبوا مني انه انا سجل هالسيدي، وبيعطوني مبلغ ما بعرف اذا بحق لي اذكره، 60,000 دولار اني سجل هالشريط، واني انا بعدين اعمل الاعلام واليونيبول والاذاعات وكله على حسابي. من اصل المبلغ، من اصل المبلغ هيدا. فانا قال لي بدك تمضي، دغري امضي قدامه. قلت له اول شيء انا لازم اني اخذ هالكونترا واني اخليه يقرا المحامي او المحاميه. ايه كنت بدي اقريه وقتها للمحاميه، كان وقتها استاذ الي ابو خليل واستاذ دلال مبارك، كان عندي عده محاميه، استاذ وليد حداد. انه وقت قلت له انا بدي اقريه الكونترا للمحامي، بيعطيني الكونترا. انا وجيت على البيت فكرت انه هالكونترا اللي عم بيقدموا لي اياه منه بيناسب طموحاتي اولا، وثانيا انه ما بيسجل لي سيدي ست اغاني. اليوم تكلفه الاغنيه تطلع مثلا ان كان بلبنان او بالقاهره، تعرف التوزيع وهيك بكلف. فقمت انا بكل جراه اتصلت رجعت بسمو الامير الوليد وقلت له انه هيدا المبلغ اللي حضرتكم مقدمين لي اياه بالشركه ما بيقديني اني سجل الكاسيت. قال لي انت بنظرك مادونا شو اللي يعني بتحسي حالك انه ممكن انك تبلشي؟ قلت له اقل شيء بدي 150,000 لبلش بالشغل وكون مرتاحه، وهيك اذا ممكن فيني انا قوي بالاذاعات او بال ونزل دعايه يعني انا. قال لي طيب بنشوف. هذا كلام مع الامير مباشره؟ طبعا. فقال لي بنشوف وبعده بنشوف. من سنه 98 لليوم. طيب معقول عملوا ردة فعل؟ بعثت له شي 3-4 فاكسات وحكيت له قصتي بالاخر، وكان مزوق كثير معي. وبعثت له رساله مع استاذ سالم الهندي، حلف بولاده استاذ سالم الهندي انه ودي له الرساله يد بيد، حلف بولاده. ولما حكيت مع سمو الامير قلت له وصلت لك الرساله، قال لي مادونا ما وصل لي ولا رساله. بطلت اعرف مين بدي صدق، مع اني بحترمهم اثنيناتهم وبجلهم والعين ما بتعلى عن الحاجب، وبحب اني اقول لهم اني انا بحبكم رغم انه ما عملتوا لي انتاج، ورغم انه قعدتوني فتره 10 سنين بدون انتاج، وماني زعلانه بالعكس تعلمت منها اشياء كثير وشفت غيري شو عم بيعمل. مشان هلا اذا بدي انا انتج اعرف كيف بدي انتج وشو نوعيه الاغاني اللي بدي انزلها. يمكن بوقتها كنت نزلت اغاني كانوا نسيوها الناس، يمكن شو بعرفني، بس الاغاني اللي عملتها لحديت هلا الحمد لله ضربت. ورغم كل القعده اللي انا قعدتها فتره طويله ما قدمت شيء للناس، ضليتني موجوده ان كان بالمجتمع وان كان مع احبائي، واكيد انه الناس كثير مشتاقت لي لانه ما بقدر امشي 5 دقائق على الطريق غير ما بيقولوا لي الناس مادونا مشتاقين ليك يلا عملي شيء جديد. وينك؟ ايه طيب وما مادونا... بنكر فضل حدا ابدا من كل الناس اللي وقفوا حدي، انا بحبكم كثير وان شاء الله انه رمضان رح يكون كريم كثير علينا ونقدم انتاج جديد. وبهالمناسبه كمان بدي وجه تحيه كمان كثير كبيره لشاعرنا الكبير بلبنان استاذ ميشيل جحا، ونجله معالي الوزير كمان جوزيف جحا، هني كمان اتاحوا لي فرصه كبيره بحياتي. معالي الوزير؟ ايه صار معالي وزير بافريقيا شيء هيك. بجيب لك التفاصيل. فهني اتاحوا لي كمان فرصه كبيره اني كمان اوصل عند سمو الاميره هند وسمو الاميره سماهر، بوجه لهم تحيه كثير كبيره من القلب، بقول لهم رمضان كريم، وبشكرهم على كل انتباههم لالي ودعمهم لالي لغايه هلا لغايه اليوم ما تركوني
وحضنوني متكأني شخص من العائلة. طيب مدوني طالما عم تحكي بالأسماء. نعم. إذا روتانا نعم وسمو الأمير ما 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 يعني وفوا بالوعد. نعم. خلينا نعتبرها من 98 لليوم ما صار في أي إنتاج. لا ربما أنا ما عم بعرف ليه إنه يلي دخلوا بالروتانا الفنانين كبار وبحترمهم كلهم وبحبهم وفنانين جديد بعدنا مش سامعين فيهم وسمعنا فيهم. إنه يا هل ترى إنه أخذوا كل هالفنانين العرب واللبنانية إنه استغربت إنه هالفنانة اللي اسمها مادونا ليش كان عليها بوينت انتروغاسيون كان عليها علامة استفهام إنه ما يدخلوها بهالشركة. خليني أسألك، معقول يكون رد الفعل نعم اللي عملتيه على التوقيع الأول يلي هو $60,000 نعم رفضتي هو اللي ورط بعدين؟ لا بالعكس، أنا كان في تفاهم كتير باحترام كبير بيني وبين سمو الأمير، إنه لما حكيته بالإنتاج قال لي مثلا قديه، يعني حكيته بصراحة وأنا بطبعي صريح وما بعرف راوغ ولا كذب، فكنت صريحة جدا يعني بهذا الموضوع. طيب إذا ما مشي الحال بروتانا هلا حكيتي بس كمان، بس إن شاء الله هلا بده يمشي الحال، لأنه حسب ما سمعت إنه الشيخ بيير الظاهر الـ LBC سلم لي عينه، لأنه ولا مرة طلبت منه طلب إلا ما لبي لي إياه، فهلا قالوا لي إنه هو بده يستلم الروتانا هلا، وإن شاء الله قريبا بقدم لكم أشياء بتجنن. روتانا التلفزيون ولا الإنتاج؟ لا بعتقد الإنتاج أو التلفزيون. تلفزيون؟ أنا بفتكر بده يكون له كثير مكانة مهمة يعني. طب كمان ذكرتي من الأسماء اللي ساعدوك الأميرة طبعا هند. إيه طبعا. طيب ليش ما بتحاولي كمان تطلبي مساعدة من الأميرة هند لإنتاج أعمال فنية؟ كتر خيرها باللي عملت لي إياه لهلا. سمو الأميرة هند ساعدتني كثير بحياتي، أنت بتعرف بالزمانات كان عندنا مشاكل كثير، إن شاء الله هلا ما في شيء الحمد لله، وبدعم المحبين وإنه منصير أحسن بكثير، وهلا وينك وين انا عيب احسن بكثير من زمان. بتحسي بعد لحقينك لحد هلا بالحروب من اول ما بلشت طبعا اليوم؟ طبعا. هلا هيدي مثلا العلاقه الغير طبيعيه او المش سويه او المش ناجحه او الفاشله اذا بدك مع روتانا كمان نتيجه انه في حدا عم يشتغل فيها؟ في ايد مش مضبوطه، في ايد يعني ايد شيطانيه بعتبرها، ان شاء الله بشهر رمضان الفضيل انه يسامحها ويسامح كل إنسان جرب إنه يقطع برزق إنسان خيو الإنسان. يعني أنا بعتبر إنه نحن اليوم كلنا بشر وعلى الأرض مش معصومين على الخطأ، يعني أنا يعني الله ينجينا من كلمة أنا، بس إنه ممكن الإنسان يغلط بحياته، إذا أنا عملي غلط كمان يسامحوني، لأنه نحن بشر بالنتيجة، يعني مش ممكن أمسك القاموس كله هيك وضلني ماشية مثل الساعة، ما في حدا ما بيغلط يعني. بركي أنا كنت يعني هيك صرت أفكر بيني بين حالي إنه بركي مثلا أنا غلطانة شي مرة مع حدا وماني عارف، فيسامحونا بهالشهر الفضيل و ما طلع معك إنك غلطانة مع حدا، يفتحوا لنا هالطريق، يفتحوا لنا هالبيت بقى اللي مفكرينه يعني مفكرينه هيك بدهم نصرف بدينين. إيه بعدين عندي عتب مثلا، بس الطريقة هيدي اللي عم تحكي فيها إنه مسكرينه يعني ما بينفتح، شو كيف بده ينفتح؟ مسكرينه بده ينفتح له مفتاح. إيه وانا هلا عم جرب لاقي المفتاح وان شاء الله بلاقيه بشهر رمضان وافتح الباب يطلع لنا الكنز اللي هو الفن الحلو والراقي، ونرجع نشوف على الشاشه اشياء ملونه حلوه تغذي الروح والقلب. رح نشوف هلا نيه وحده من اغانيك كمان من ايام العز اللي انت عم تقولي ان شاء الله بدها ترجع، وان شاء الله بترجع. ترجع نحن بعدنا موجودين، بس بدنا نغذيها اكثر تنميها اكثر. خلينا نسمع الغنيه. Thank you.
خليها في بعض اشياء احلى. ما انا هلا بتمرق بعد معنا ساعه ساعه وشوي ان شاء الله. في عندها فقره بالبرنامج اسمها مرئي مسموع مقروء، نتباحث نحن والضيف بالاشياء اللي بشوفها على التلفزيون او بالسينما. او بتشوفي التلفزيون؟ بتتابعي يعني بشكل جدي ولا لا؟ ما عندي وقت كثير بحضر تلفزيون. اخبار مثلا بتشوفي العالم. اخبار بتشوفي برامج سياسيه؟ ايه شوي. برامج سياسيه شوي؟ شوي مش كثير. لا مع مين انت؟ مع مين؟ السياسي مع مين؟ مع لبنان. حلو. ما في شيء واحد اسمه لبنان؟ بلا. مش واحد، بلد اسمه لبنان. لا ما فهمت علي. انه عادة انه يكون في بلد اسمه لبنان، ما في شيء شخص اسمه لبنان؟ ما بعرف، جاوب انت. لانه لبنان بيحمل كثير اشياء حلوه. بدي شخص يحمل لبنان ويكون اسمه لبنان، يعني يكون حقيقي لانه بيتميز لبنان عن كل البلاد العالم. عم تشوفي له هذا الشخص بثقافته بفنه بسياحته بحضارته، يعني شو بدي اشوف؟ بدي شخص يكون هيك يحمل هودي بكفافه. البرامج السياسيه هاي اللي بتمرق على التلفزيون بتشوفيها احيانا؟ احيانا. مين بيعجبك بالبرامج السياسيه؟ كلهم مهضومين بيسلوني. مهضومين بيسلوك؟ كيف يعني؟ لانه بهالايام يعني عم بضحك. صرت عم تضحك على البرامج السياسيه؟ لا لانه مش حرام اللي عم بيعملوه فينا، مش حرام هاد اللي عم صرنا اليوم بدنا نقرا بجريده مين بده يموت بكره مثلا، عم بيحطوا لنا هن بالجرايد مين بده يموت بكره ومين بده يعيش اليوم، انه صرنا ناطرينهم اي ساعه انه حرام. الله يرحم اللي ماتوا. طب مين بيعجبك من اللي بيعملوا برامج سياسيه بالمجتمع؟ ما بقى تسالنيش عن حدا، ما تسالني عن السياسه خلص وقف. ما بدي. طيب برامج فنيه بتشوفها على التلفزيون؟ خلني لبنان نهار هيك بركي برجع بعيش كل هال ايه هذا موضوع حلو هاللبنانيه. سلمناكي لبنان نهار. نهار ايه بركي برجع بفتح مصرف لبنان بفتح البنوكي بفتح مثلا شو مسكرين؟ لا ما فهمت قصدي، انه بفتح خزنات كلها. بشيل هالفقر هالجوع اللي نحن فيه هلا اليوم بلبنان. صديقاتك بالاستوديو مبسوطين فيك. اكيد بدهم بالفكره. بفتح المدارس، بطل في شيء اسمه تشيك واسمه بنك واسمه خلص خذوا عيشوا انبسطوا. ما هيهم عم بيموتوا، ما في حقوق للانسان. وبالاخر شو بصير يعني بعد ما انه خذوا صرفوا؟ ينبسطوا يعيشوا يفرحوا. وبالاخر؟ لانه وبعدين يموتوا. بس يفرحوا ينبسطوا. كيف يعني؟ انه لحظات عايشين يوم اربع خمس ايام. مين عايش؟ فوت على بيوت الناس وشوف العالم كيف. بس بدونا فاذا بلا ما تستلمي، اذا بدك تستلمي لبنان وتعملي هيك ويعيشوا خمس ست ايام ويموتوا بالاخر كيف؟ مش رح يموتوا دغري، هن بده يتمتعوا ينبسطوا يفرحوا. واخر شيء نحن بحاجه لها، هذا الموت حق بالاخر. بس مش نعرف انه بكره هذا دوره اليوم بده يموت يروح يموت، مش حرام؟ طب انت مش عم تعجلي عليهم بتكوني؟ لا مش عم تعجلي عليهم، خليهم ينبسطوا، خليهم يموتوا مبسوطين. مش يموتوا فقرا وجوعانين وزعلانين ومش متعلمين، انه يعني عم نركض بيركض مثلا شخص كل الشهر تيعلم اولاده، وهي تقدر يكفي قصه اولاده. مادونا اذا بدك تديري البلد بديره ماليا. مثل ما درتي حالك ماليا انت. اللي وصل لايدك من المال ما وصل لايد حدا من الفنانات في لبنان ولا بالفنانين. طبعا وطريقه الصرف اللي صرفتيها على الناس وعلى اللي حواليك وعلى حياتك الحمد لله. كمان ما حدا ما قلي يعني بجميل انا ما قلي بجميل في شيء. شو اللي كل اللي عملته كان وجباتي. ايه بس في شيء من الاسطوره عشتي فعلا فعلا، يعني الانسان اللي بيعرف كيف عاشت مادونا بهذيك الفتره عاشت هيك. طبعا اذا الله بيختار ناس، كنت انا من المختارين. الله بيختار ناس بيسخرهم لناس. فكنت يمكن انا الله اعطاني نعمه انه يكون انا انه يكون لهالناس. طيب بس خلينا نكفي فكرتي انا. وسخر لي ناس. عشتي بكل هذا العز وبكل هذا المال الحمد لله. واخر شيء ما بقاش بدك المال وراح المال. ما بتبقى انت بدك لحظه، انت بدك لبنان كمان يصير هيك انه يصرفوا على القليله تبقى لنا الكرامه. ايه ياخذوا المال. قال له هين نفوس هين فلوسك بس ما هين نفوسك. على القليله يبقى لنا الكرامه. راح يودوا كل شيء وراح يخسروا كل شيء. لا باقي الكرامه يعني ان شاء الله اكيد بجيش لبنان بتبقى الكرامه. وحتى بكل اللبنانيين بتروح ايد الجيش دايما بكل وايد بايد. يا ريت هاللبنانيه كلهم بحطوا ايد بايدهم مع بعضهم. هيك وبيقعدوا بيتحاوروا مادونا بحبوا بعضهم بحبوا بعضكم. بس مادونا وين فينا هذا البلد
ولا يمكن يموت. هذا البلد أكيد ينضرب مرة واثنين وعشرة، تاريخه مرة واثنين وعشرة، وإلا بيرجع بيقول. كل اللي عم نقوله إنه حبوا بعضكم، خلصنا بقى، هيش تقتلوا بعضكم، هالدنيا ما فيها شيء، حبوا بعضكم، الله خلق المحبة، كلمة الله، الله محبة، الله كلنا مؤمنين، كلنا هلأ بشهر الفضيل، شهر رمضان، يحط لهم هيك، ينور لهم عقولهم، أنا اللي بدي أقوله نور عيونهم. أنا اللي بدي أقوله إنه طائر الفينيق مش فكرة بس. تاريخ لبنان والحروب اللي دخل فيها لبنان والأزمات السياسية اللي دخل فيها لبنان ويرجع يقوم، هذا مش فكرة، هذا حقيقة. طبعًا. طيب بدي أرجع لموضوعي أنا. نخلص هلأ، نحن شلنا المصاري من المصارف وكذا ووزعناهم على الناس. وعاشوا الناس على ذوقهم. بدي أرجع للتلفزيون. بتشوفي برامج فنية أو لا؟ أحيانًا. طيب فيديو كليبات. بحضر. هلا انت قد صار لك ما عملتي ولا فيديو كليب؟ 10 سنين. انا اول ما نعمل فيديو كليب انا واحمد دوغان. بوجه له تحيه الفنان احمد دوغان. احمد دوغان عمل الفيديو كليب ورجعت انا عملت فيديو كليب. كنا اول اثنين عملنا فيديو كليب بلبنان، ما كانش في شيء اسمه فيديو كليب بلبنان. بعدين بلشت هالحمله هيدي، هالموجه هيدي، وانت ضلت كبرت وانتشرت، وانا ما كنت اهتم كثير لانه كان عندي المسرح اخذ لي وقت. وعلى فكره انت واحمد دوغان كمان ما كملتوا بالفيديو كليب. ما كان عندي وقت، انا كان المسرح اخذ لي وقتي، كنت عاطي قيمه اكثر للمسرح، مش عارفه انه بدها تجي موجه الفيديو كليب تكسح المسرح. نحن وينو المسرح اللبناني اليوم؟ وينو؟ مع منصور اليوم بدك بس. اليوم بدك استاذ، طبعا استاذ منصور رحباني الله يطول بعمره يا رب، وحتى اولاده كمان، انه هن اللي عم بيكملوا هالطريق تيضلوا منتعش المسرح اللبناني، الغناء التمثيل. يعني في ممثلين ممثلات، في فنانين كثير ضايع حقهم، المسرح اللبناني مهدور حقوقه، لازم نرجع يجينا انتاج، نعمل مسرح استعراضي غنائي. وانا بفتخر، شفت زنوبيا اللي قدموها الرحبني، يعني هيدا بفتخر فيه. انا هيك كان بالي، هون كانت طريقي، هيك كانت عقلاتي، كانوا هون. ما كانوا بالي اني اطلع صور فيديو كليب وفكر كيف بدي انفخ وجهي اليوم وكيف بدي انفخ مدري شو مشان لاطلع وباين حلوه. كان هدفي اعمق بكثير، انا مشان توصل رساله حقيقيه للناس والعالم تتثقف. شو نحن بلا ثقافه شو قلنا عايزين؟ بس كنت كمان تهتمي بوجهك وبشكلك. بهتم اوكي الى حد ما، واضح مش الى حد بس لا مش الى حد ما، الى حد كبير كنت كمان تهتمي. إيه إيه، وكان عندك وقت لصوتك كمان، هذا الفرق. سوري خليني اقول لك شيء، كنت اعمل اشياء بس كانت كلها على الطبيعه. انه كنت اعمل، كنت جمل حالي بس ما كنت اشتغل بحالي. احيانا في منهم عم بيجملوا حالهم اليوم، بشع حالهم. انه كنت اهتم بطبيعتي، طبيعتي هيدي. هلا عم يخبروني في 3-4 شباب يعني طلعوا فوق ال40 كمان، زبطوا وضعهم بالفتره الاخيره. ليش لا؟ ليش لا؟ لا ما انت عم تحكي على الفنانات، انا عم اقول لك حتى الشباب. لا حتى الشباب يعني هيدي موجه، موجه كيف موجه الفيديو كليب؟ مرقت موجه التجميل.